الكريسات البريوش كيجيو رائعين وكيجيو هشاش واحد العجينه اللي سهله جدا 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 وما كطلبش بزاف ديال المقادير. بقاو معايا ندوزو طريقه التحضير وما تمشيو فين. نبداو على بركه الله. بالنسبه للخطوه الاولى كنحتاجو فيها جوج كيسان ديال الماء دافي، تنحتاج معاها جوج معالق كبار ديال السنيدة، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز. كنديرو يا إما عندكم هادي ديال العجين كتستعملوها، أو لا عندكم الخميرة الفورية هاديك ديال الغبرات هي تستعملوها. تنحاول نخلطو هاد المكونات مزيان، هاد المدافي الما ميخصوش يكون سخون، خصو يكون المدافي. واحد 10 دقايق من بعد تندوزو للخطوة المرحلة اللي موراها. من بعد ما خلينا الخميره ارتاحت شويه وتفاعلت مع السكر اللي ما قدرنا دافي، دابا غادي ندوزو المقادير اللي غادي ندير. عندنا هنايا نص كاس ديال الزيت، عندنا هنايا بيضه، عندنا هنايا معلقة كبيرة ما بين النافع وحبة حلاوة. من بعد كنضيفو الدقيق، عندنا هنا الدقيق تقريبا 500 غرام، مغاديش نضيفها كاملة، غادي نضيف بشوية بشوية، ومعاه واحد خميرة كيماوية ديال الحلويات. كنضيفو غير بشوية بشوية وكنحرك الخميرة ديال الحلويات، وكنضيف نص معلقة ديال ملحة. كنبقى نحصلوا على هذا العجين كيف كتشوفوا، خاصها تكون كتلصق لينا في اليد ديالنا. حتى كنجيبوا العجينة ديالنا مزيان، بالنسبة هنا كتلصق ليكم، تقدروا تفزكوا يديكم غير بشوية الماء، ماشي بزاف، غير شوية باش ما تبقاش تلصق، باش تقدري تجمعي العجين على خاطرك. الطريقة هنا كنخليوها ترتاح حتى كيتضاعف الحجم ديالها، ومن بعد كنشكلوها على شكل كريسات صغار، نخليوها تختمر ماشي بزاف ترتاح، ونعاود نديروها طيب. صافي غادي نخليها هنا ترتاح تخمر. من بعد ما خلينا العجينة ديالنا ارتاحت وتضاعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا، شفتوا بهذه الطريقة، دابا غادي نحاولوا نزولوا منها هذاك الكاس. شفتوا الطريقة، انا اصلا كندهن يدي بواحد شوية الزيت حيت باش ما تلصقش العجينة في يدينا. غادي نحاولوا نكونوا نصاوبوا واحد الكريسات صغار بهذه الطريقه. ونحطوهم في الطاوه. من بعد ما كملنا الكريسات ديالنا كاملين، كنحاول نضغطو على المعيوب واحد شويه، نغلو نختارو واحد 10 دقايق، من بعد كنديرهم ونخرجو الفرن. من بعد ما اختمروا الكريسات ديالنا، هنايا غادي ندير واحد الخليط ديال البيض اصفر بيضه، شويه ديال القهوه السريعه الذوبان اي نوع، وشويه ديال الحليب
على تنخلطهم مزيان كيف كتشوفوا الطريقة. تندهن بهم قريشلات ديالنا كندهنوا قريشلات ديالنا مزيان، تنديروا لهم الزنجلان. نتوما ديروا اللي بغيتوا، انا ديروا الزنجلان وديروا الرقائق ديال اللوز، لي فيلي ديال اللوز اللي بغيتيو. نتوما كتكونوا حرين في هذه اللحظه، ديروا اي حاجه تزينوا بها القريشلات ديالكم. هنا في هذه الاثناء حنا تنكونوا شاعلين على الفران، كنكونوا مسخنين الفران مزيان. كنديرو في الاول كنديروه على درجه مرتفعه حتى كيسخن، من بعد ملي كنبغيو ندخلو الكريسات ديالنا كنديروهم على نار متوسطه. من بعد ما سخن دابا الفران غندخلوهم على درجه متوسطه، ومن بعد نتلاقاو ملي نطيبو الكريسات ديالنا. ما تمشيو فين، خليكم معانا. فوالا القريشلات ديالنا ها موجودو، كيجيو يا سلام كيجيو يا البنات، شفتيو كيجيو رائعين ما نقولكمش. شتيو كيجيو رطبين وطيبين ومحمرين. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وبالصحه.